بسم الله والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. أهلا وسهلا ومرحبا بكم على قناتي وقناتكم مطبخ نيلة أو صغي صور جاتو. يسعد لي اليوم رجعت لكم بتحلية جديدة، تحلية جد جد رائعة بنينة البنات. قد ما قلت لكم بنينة مش راح تصدقوني، لازم تجربوها وتخليوا لي تعليقكم وتخليوا لي رأيكم وتقولوا لي يا نيلة راهي جاتنا تهبل تهبل تهبل. وصفة جديدة سهلة ومقادير في كل بيت. هيا نبدأ بسم الله وعلى بركة الله. الله والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. بسم الله وعلى بركة الله. نبدأ أول حاجة نستحقها هي نصف لتر من الحليب، 3 ملاعق تاع طعام من النشا، ملعقة أكل من قهوة سريعة الذوبان، ملعقة قهوة من بودرة الكاكاو المر، كيس من السكر الفانيلا، نصف كأس من السكر حبيبات. نخلط جميع المكونات مع بعض ثم نحطهم على النار حتى لين يعقد لي المزيج. كما قلت لكم البنات على نار متوسطة حتى لين يقدرنا المزيج مليح. شوفوا البنات هنا حطيته على الغاز على نار متوسطة بالتحريك المستمر، اياكم ثم اياكم توقفوا التحريك سنة راح تعملكم كتلات وما تجيكمش مليحة. استمروا في التحريك حتى لين يقدرنا الخليط ويشد روحه. قلب هنا كيما تشوفوا هزت الغلوة بدأت تغلي وبدأت تعقد، راح نضيف لها ملعقة من الزبدة بسم الله ونكمل بالتحريك، نواصل بالتحريك المستمر نخليها حتى لين تكثف القوام نتاعها. بسم الله بسم الله. هنا نفرغها في كؤوس التقديم، نفرغ حتى للنص بنات بسم الله كيما هكا بركات. زيدوا شوية هكا، انا عملت كميه قليله، انتم تقدروا تدوبليوها اذا كان عندكم عيله كبيره. هذه الكميه تعطيكم 4 كؤوس كبار البنات. بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. خليها تبرد على راحتها ونمروا نحضروا الطبقه الثانيه البنات. بالنسبه للطبقه الثانيه هنايا باش نحضر غناش وشوكولا، حاجه سهله مهله. عندي 100 غرام من الشوكولا، خذيت شوكولا اولي، راح نضيف عليها 100 مليلتر من الكريمه السائله اللي قاعده نغلي فيها. بسم الله وخليها هكا لمده دقيقتين، ما نحركهاش مع حتى حاجه حتى لين تذوب الشوكولا بحراره الكريمه ونرجع. كما تشوفوا هنا بدات تذوب الشوكولا هذيك. حاجه ياسر ياسر سهله وبسيطه، نضيف طبقه القناش كيما هكا من الفوق بسم الله. حاجة ياسر 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 بنينة البنات. خليوها تبرد على راحتها البنات ونمروا نحضروا الشونتيي بنكهة القهوة. الشونتيي بنكهة القهوة حاجة ياسر ياسر سهلة وياسر بسيطة. هنا اخذت كوب من بودرة الشونتيي، راح نضيف عليه نص كوب من الحليب البارد. اما في الحليب بتاعي حطيت ملعقه قهوه سريعه الذوبان ونطلعها اونشونتي. حاجه ياسر سهله ياسر مهله وياسر بسيطه، نطلعها ونرجع. بسم الله الاونشونتي تاعي حاضره واجده كيما تشوفوا. الديسير تاعي ولا التحليه تاعي بردت، دونك حنايا واش ندير، نخدمها جوست فقط هكا بالشونتي نزيدها. هذا ما كان بنات بسم الله. ياسر 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 بنينة هذا التحليه البنات،
صدقوني حاجة أكثر من رائعة. كما قلت لكم أنا الكمية هذه أعطتني 4 كؤوس كبار تاع قهوة معمرين كما تشوفوا ما شاء الله. تقدروا تستعملوا حبيبات قلبي كيما شفتوا تحلية ياسر ياسر كلاس وراقية وبنينة، والذوب في الفم تناسب الشهر الكريم شهر رمضان، ان شاء الله يدخل علينا وعليكم بالصحة والراحة ونحن يا ربي. كيما شفتوا هذه التحلية ياسر 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 بسيطة، خطواتها ساهلين، تقدروا تحضروها في 10 دقائق ماكسيموم. بسم الله بسم الله. لا شونتيي، واو واو واو، ياسر ياسر بنينة. شوفوا القناش كيفاش ما شاء الله وتبارك الرحمن. شوف